خالص الامتنان للجميع على صبرهم وانتظارهم هذه الفترة. كنا نتحدث عن القائد والمدير والفرق بين القائد والمدير. كان في فيديو إن شاء الله قلنا حنشارككم في الجروب. طيب، شخصية القائد من خلال الرؤية. القائد هنا يمتلك رؤية ثاقبة ويرى ما لا يراه الآخرون، يعني يعرف يستنتج من المواقف، يعرف يحلل، يعرف يوصف المواقف بشكل دقيق، لأن عنده رؤية. الرؤية هذه تمكنه أنه يخطط ويجد الحلول ويبتكر، بيشوف الأشياء من حوله بأبعاد مختلفة وزوايا عدة. بينما المدير يكتفي بمتابعة التنفيذ، أي ما بعد التخطيط، ما عنده رؤية وما يتعب حاله أصلاً، ما يتعب نفسه يحلل الأشياء أو يتوقع المستقبل. يعني تقدر تقول شبه آلة أو ماكينة تتابع إيش تم من أجل الأمور تمشي أو الإدارة ترضى عنه. يعني ما عنده لا رؤية ولا طموح ولا تحليل للأشياء كما يمتلكها القائد. أسلوب الإدارة عند القائد يعتمد على الإقناع والتحفيز، زي ما قال أخونا جمال تقريبا في مشاركته. يعني تقول لابنك أو تقول لبنتك أول ما تنتهي اليوم من واجباتك، معي لك مفاجأة. أنا شايف واحد من الحاضرين رسل رسالة اعتذار، يقول إن عنده مشكلة في النت وعشان بنته تحل الواجب. نعم، فممكن تقول لابنك أول ما تنتهي اليوم من واجباتك، معي لك مفاجأة. هو كذا حيذاكر، حيكمل واجباته كالمعتاد، لكن أنت بتخلق بداخله حب المذاكرة للمرة القادمة، يكون تركيزه أعلى للمرة القادمة، تكون رغبته أنه يحقق درجة أعلى، لأنه يعني موعود بتحفيز ما. فالكلمات محفزة، الهدايا أيا كانت الأدوات المتاحة لديك للتحفيز، فأنت بتستعملها عشان تخرج بأعلى نتيجة ممكن. أما المدير يعتمد على وضع الخطط والتقديم والتقييم. يعني خلونا نقول مثلا مدير مجتمع مع موظفينه ويقول لهم احنا علقنا لكم الجدول تبع الأعمال وارسلنا على الإيميل، كل واحد منكم عنده خطة عمل واضحة بس حابين نشوف إنجاز هذه السنة. تعرفوا احنا ما بنرحم حد في التقييم، يعني ما عنده أسلوب إدارة يحفز الآخرين للعطاء. القائد دوره يعتمد على التوجيه والضبط. القائد الناجح لما يشوف خطأ عند الموظف أو الأب أو الأم، لما يشوفوا خطأ عند أبنائهم ما يلقي اللوم ويحمل المسؤوليات، إيش يسوي؟ أول شيء يبدأ يشتغل أو يقوم القصور، يعني يوجه ابنه أو يوجه موظفه في الكيان اللي يديره. يوجهه يعني إيش؟ يوجهه يعني يعلمه، وهذا غلط، والصح إن إحنا نسوي كذا، طبعاً بطريقة فيها من الحكمة والذكاء، وكلام منمق وكلام جميل. يوجه ويعلم ويقوم ويعالج السلوك أو الأداء، يقدم ما عنده من خبرة حتى يساعد من يديرهم من يقودهم إنهم يكونوا أحسن، يعلموا كيف ينجز الأمر
نوجهه بطريقة إيجابية بناءة. بإمكانك تنفيذ العمل بالطريقة الأخرى، قل له جرب سوي كذا، إذا ما مشي معاك كذا حاول تشوف كذا، إذا ما ضبطت معاك اتصل لفلان الفلاني، هو عنده خبرة في هذا الموضوع ممكن يساعدك، يعني يوجه ويساعد. بينما المدير يعتمد على وضع المسؤوليات والمتابعة. أثناء حديثي عن القائد والمدير، أنا متأكد أن 17 شخص موجود معنا الآن، أنا شايفه بيقول لي 17 شخص موجود معنا الآن، أكيد حيتخيل بعض الشخصيات اللي مرت عليه في حياته، إما يتسم أو يتصف بشخصية القائد أو بشخصية المدير. طيب، المدير يعتمد على وضع المسؤوليات والمتابعة، يعني ما عنده روح التعاون والتوجيه والمساعدة، بسرعة يلقى اللوم على الآخرين، بسرعة يحملهم المسؤوليات، أنت السبب، أنت اللي سببت في أنه يحصل كذا. يعني خلونا مثلا نقول زوج يقول لزوجته أنت غلطانة وما حتفهمي أبدا، عقلك مركب كذا، ما تعرفي تتحمل المسؤولية زي الناس. هذا مستحيل أن يكون قائد، مستحيل. المعذرة شباب، في ميكروفون مفتوح يسبب شوية لو بس يتسكر الميكروفون المفتوح أكون ممنون وشاكر. نعم. الميكروفون تبعي شغال يا شباب، اسمعوني. نعم نسمعك، الصوت واضح. نعم، أنا قلت كان في ميكروفون بس مفتوح كان مسبب لنا دوشة، إن شاء الله أنه سكرته. بلغنا وإحنا على طول نقوم بإغلاق التلفون عليه أو الإيميل. ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب، وصلنا أنه قلنا المدير ما عنده روح التعاون والتوجيه زي القائد، وقلنا مستحيل يكون من تخاطب مع زوجته شخصية قائد في أسرته أبداً بهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون قائد، وحياتهم لن تكون مليئة بالسعادة والحب كما يتصرف الشخصية القيادية في المنزل. الشخص القائد لا يلقي المسؤوليات ويحمل ويلقي اللوم ويحمل المسؤوليات، إنما يعالج ويوجه ويضبط. طيب، استغلال الطاقات عند القائد يعتمد على قدرته في الاستفادة من الطاقات البشرية المختلفة، لهذا معذر، لهذا القائد تحصل حوله كثير من الناس، محبوب زي ما تكلمنا في البداية، قلنا القائد الكل يخطب وده، والناس اللي حوله تحب تنجز أعمالها بشكل جيد، عشان يعرف مديرهم القائد أنه كان قدر المسؤولية التي أوكلت له. وهذا ناتج عن إيش؟ ناتج عن شخصية القائد اللي استطاع وقدر أنه يستغل الطاقات، أنه يتصف أولاً بنية صادقة، عنده الرغبة أنه يكونوا ناجحين، يسعى لدعمهم، يدربهم، يوجههم، يحسن من أدائهم. عشان كذا يستطيع القائد أن يستثمر الطاقات استثمار جيد. بينما المدير يعتمد على تحقيق التارجت أو الوصول لأداء معين، كل همه أنه يستعرض الأوراق وتكون حققت الأهداف العامة حتى لو كانت بأقل جودة أو فيها شيء من القصور، لأنه لو حصل شيء حيعاتب من، إحنا قلنا ما عنده يعني التوجيه والضبط، بينما المدير دائما يلقي اللوم ويحمل المسؤولية، لأنه لو صار خطأ حيحمل المسؤولية للآخرين ويلقي اللوم عليه. طيب، القائد وإدارة الفريق عنده قدرة لتحقيق التماسك بين أعضاء الفريق،
لأن تحصل شخصية القائد في المنزل كل أفراد الأسرة يحبوه ويحبوا بعضهم البعض ويخافوا على بعضهم البعض. بس يرجع الأب، بابا وصل، بابا جاء، بابا، يفرحوا برجوعه للبيت. بخلاف الشخصيات التي لا تتسم بصفة القيادة داخل المنزل، بعض الأشخاص مجرد بس ما يرجع المنزل تحصل الأسرة كذا الجو يتوتر وتعكر المزاج. القائد لا، القائد محبوب، حتى خلق روح الحب بين أفراد من يديرهم، أفراد الأسرة، أفراد العمل. أنت في مطعمك بشخصيتك القيادية تخلي كل الموظفين يحبوا بعضهم البعض، وفي عندهم روح التكاتف والتعاون. أنت خلقت فيهم هذا الشيء، سويت أنشطة جماعية، كلماتك الجميلة اللي تستخدمها، تحفيزك اللي دائما تقوم فيه، القوانين الملزمة لحدود العمل تحت إطار العمل تضعها بطريقة إيجابية، تكليفات المشتركة اللي بتحطها كمجموعات وتحفز المجموعة بشكل كامل وتعطيهم مكافآت معينة. استطعت أنك تخلي كل اللي حولك متكاتف متماسك، بينما المدير ما عنده هم أبدا يحمل، ما عنده هم أبدا أنه يوحد الدور. تحصل الموظفين تحت إدارته ناقمين على بعضهم البعض، فلان يروح يحارش على زميله، الثاني يقول أنا ما بشتغل، ليش فلان أو سين أو صاد من الناس بيشتغلوا أقل مني، وعلى طول مشاكل تحصلها في فريق العمل، ما في وفاء. السبب مش الموظف، السبب القائد. احنا لا نقول هذا الموظف، الموظفين هذول ما هم حق شغل، السبب القائد الذي لم يتمكن من توحيد القوى، الذي لم يتمكن من إيجاد روح الفريق الواحد. الإمكانات الشخصية عند القائد، عنده مهارات شخصية وقدرة على فعل الأشياء الكثيرة وبشكل صحيح، لأنه عنده هم أنه يبني دائما في شخصية الأشياء الإيجابية ويعدل من سلوكياته أو نقاط الضعف في شخصيته، وهكذا يكون قادر أن يتصرف مع مختلف المواقف بشكل صحيح وإيجابي. بينما المدير دور مسنود لفعل الأشياء بشكل سليم، يعني يعيش مهامه على أنها روتين من أول ما تولى منصبه الإداري أو الوظيفي، وهو يحمل نفس الفكر، ذات المعرفة، ذات المهارة. يروح الدوام ويروح البيت ويرجع الدوام ويرجع البيت، وكأنه يتخلص من يومه الوظيفي، يتخلص من 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 يومه ومسؤولياته. أعرف اثنين من الأشخاص معرفة شخصية، قبل فترة طويلة من الزمن يشتغلوا في مطعم كمباشرين، وإحنا نضرب المثال هذا ليس من هذا المثال أي استنقاص في هذه الوظيفة أبدا. سبق لي في يوم من الأيام وعملت كمباشر في مطعم، فالاثنين هذول كانوا يشتغلوا مباشرين في مطعم. بعد سنتين واحد منهم صار كاشير، الثاني نفس الوظيفة. بعد فترة من الزمن صار مدير المطعم والأول ما زال نفس الوظيفة. بعد 10 سنوات مرت، سمعت أن الثاني صار رجل أعمال، صار عنده مطعم، صار تاجر، بينما الأول وجدته في إحدى المطاعم في عمان بالأردن يعمل بذات الوظيفة. ليس استنقاصا في العدد، ولكن لابد أن تكون عند شخصية القائد الإرادة والطموح والرغبة في التحسين والتطوير، أنه عنده هدف أنه بعد كم سنة أنا مستحيل أظل في هذا المكان، لا 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 لا، لازم أكون يعني عندي هدف أني أصير كذا، أني أطلع السلم كذا. ما تظل مكانك ساكن. لهذا احنا قلنا المدير ما عنده مؤهلات كثيرة، وذات الشخص
ذات المعرفة، بينما القائد لا، القائد كل يوم تحسنه عنده معرفة أكثر، مهارات تزداد عنده. طيب الوصول للهدف، القائد يضع يعني توجه واضح للفريق لتحقيق نفس الهدف. الأمة القيادية في البيت، عندنا واحدة من المشاركات قالت تشتي تستفيد من هذه الدورة، ترغب بأن تستفيد من هذه الدورة حتى تكون قائدة في بيتها. الأمة القيادية في المنزل تكتب أهدافها وأهداف أبنائها، تحط الجداول اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، تحفز أبنائها للإنجاز، كأنها تسعى معاهم، تعمل معاهم عشان يوصلوا لهذه الأهداف، تميز في الدراسة، اكتساب مهارة، تنمية موهبة. في أهداف كثير ممكن تسجليها كأم وربة منزل وقائدة في بيتك. آمينة أعتقد بتقول الصوت بيقطع، كرماً يا شباب في التعليقات، ما تشغل مكان في التعليقات، إذا الصوت واضح عندكم اذكروا إن الصوت واضح، ممتاز. قد تكون المشكلة عندك يا أخت آمينة، لو تعملي بس تحديث للنت. بينما المدير فيما يتعلق بالوصول إلى الهدف يعلق الخطط ويعتمد الموازنة وما يهتم بالطريقة والتميز في الإنجاز، وما عنده حتى روح المبادرة. تحصل الأب أو الأم في البيت ما يحمل هم أهداف أبنائه أبداً. حتى البعض من الآباء والأمهات للأسف قد يكون الأب أكثر في هذا الموضوع، ما يحب يجلس مع أبنائه كثير، ما يحب يعرف أبنائه ذاكروا إيش أنجزوا، ما يحط لهم أهداف، يعني يذهب عن نفسه متعة مسايرة الأبناء في تحقيق أهدافهم. شخصية القائد في التطوير أو في التطور يصنع التغيير باستمرار لتحسين الأداء. لا يمكن أبداً أن يكون القائد قائد إذا لم يفكر بالتحسين والتطوير. قائد تحصله دائماً يفكر كيف المرة الجاية نكبر، كيف المرة الجاية نوسع أهدافنا، كيف المرة الجاية نعمل الشغل هذا بطريقة مختلفة. يغير دائماً، عنده خطط، عنده أهداف في التطوير والتحسين. بينما المدير مختلف تماماً. المدير يصنع الأوامر، يتفنن ويجيد صنع الأوامر، خلص عملك، لا تتأخر بكرة، بكرة الملف يكون عندي. لهذا قلنا المدير يصنع الأوامر. أنا قاعد أقرأ بعض الكومنتات. الأخت آمنة تقول في ماليزيا يتقطع عندي الصوت، لا أعرف لماذا. حاولي يا أخت آمنة كرما لو تعيدي تشغيل الإنترنت مثلا، أو تروحي إلى زاوية، إذا كنت من شبكة الهاتف تروحي إلى زاوية فيها تغطية. طيب، إدارة النظام. القائد يعمل على تحسين النظام. القائد أول ما يتولى منصب قيادي أول حاجة يعملها إيش؟ يبدأ بمراجعة النظام اللي كان قبله ويشوف أيش الثغرات ويشتغل على تحسينها، يسد هذه الثغرات أول شيء يبدأ، بعدين يصنع التغيير، وهكذا في كل مرة تحصله يعدل في النظام ويحسن ويخلق بيئة جديدة ويضع طريقة جديدة تجعل من العمل إيجابي وصحيح وسليم. بينما أخونا المدير يعمل داخل النظام دون الخروج عن الإطار الرسمي، لا، ما يهتم بتحسين النظام أبداً. وهذه نحصلها إحنا في القطاعات العامة، في القطاعات العامة في بلداننا العربية نحصل المدير ما عنده هم إنه يحسن من النظام، حتى لو عند النظام اللي قبل كان فيه اختلالات أو فيه قصور أو فيه ثغرات،
ما يهتم. أهم شيء أنه تم وضعه هنا من قبل أصحاب النشان أو من قبل من هم أكبر منه ممن يرأسونه، فلن يقوم ببذل الجهد في تحسين النظام أو تعديله. فيما يتعلق بالتطور، إحنا ما أعتقد واحد مننا ما استخدم تلفون نوكيا. الأغلب إن لم يكن الجميع مر عليه واستخدم تلفون نوكيا، كان هو الأشهر بين الجميع في بين كل البراندات المتواجدة في السوق في ذلك الحين، كان أشهر هاتف نوكيا. لكن لماذا سقطت هذه الشركة في فترة من الفترات في الهاوية وفشلت وخسرت خسارات كبيرة جدا؟ لأن المدير أو من كان يرأس هذه المؤسسة لم يكن يتسم بسمة التطوير، ما كان عنده هم أنه يحسن ويواكب الموجود. خلونا برضو نجيب مثال ثاني على المطاعم. اليوم احنا بنتكلم عن المطاعم، جوعنا وجوعناكم. طيب، في مطاعم تحصلها دائما تنزل قائمة جديدة من الطعام، دائما تنزل وصفات جديدة، خلطات جديدة، دائما تحصل الطاقم العمل اللي شغال فيها كل فترة بيونيفورم جديد، بزي جديد، الديكورات تتحسن، فتحصلوا دائما يطور، يفتح الفرع الأول والثاني والثالث وأكله ما زال نفس اللذة، ويجيب وجبات جديدة ويحسن، خاصة المطاعم البراندات العالمية المعروفة مثل ماك وغيرها وغيرها استطاعت أنها تنجح. لكن بعض المطاعم، لهذا أغلب الناس لما يدخل أول مطعم جديد لو يقول إن شاء الله بس وعجب الطعم، يقول يا رب بس يحافظ على حد والجودة، هذا يحافظ على نظافة المطعم ولذة الأكل. فإذا ما حافظ على هذه الأمور تحصل مطاعم كثير تفشل وتقفل وتسكر، والناس ما عاد يكون عندها رغبة أنها تروح تزور المطعم، يقول لك المطعم ذاك المطعم خرب أكل، ما عاد يقدم خدمة كويسة، المباشرين أو الفريق العمل ما عاد بيتعاملوا بشكل جيد. ما نوع القوة التي تمتلكها في شخصيتك؟ هناك قوى خلونا نحطها كلها، ممتاز. القوة الشرعية، قوة المنح، قوة الإكراه، أو القوة الجبرية، قوة الخبرة، قوة امتلاك المعلومة ومصدرها، قوة الكاريزما، هذه كلها قوى تتفاوت، يتفاوت وجودها من شخص إلى آخر. قوة الشرعية مثل سلطة الأب أو الأم الشرعية على الأبناء، هذه تعتبر قوة يستخدمها القائد. فهل شخصية القائد تسمح له أن يستخدم هذه القوة؟ نقول نعم، في بعض الحالات نعم. قد يفرض عليك ابنك أو قد يفرض عليك الموظف اللي شغال عندك إنك تتعامل معه بنظام العقاب في حال لزم الأمر، خاصة إذا ما خرج عن السيطرة أو استمرت الممارسات والسلوكيات خاصة بين قوسين الخارجة عن الأخلاق مثلا. هنا تضطر إنك تستخدم قوتك الشرعية في الثواب والعقاب. قوة المنح، يكون عندك الصلاحيات إنك تكافئ وتحفز بالمال أو الهدايا أو الإجازة أو غيره، أنت عندك قوة تقدر تستخدمها كشخصية قيادية وتعرف متى وكيف تستخدم هذه القوة. قوة الإكراه والقوة الجبرية،
البعض يقول هذا الكلام قد يتعارض مع شخصية القائد، لكن احنا قلنا إذا يكون عندك موظف مقصر في عمله، تم توجيهه في المرة الأولى، ضبطه في المرة الثانية، تعليمه، تنبيهه، فظل يكرر هذه الأخطاء حتى صارت أثرها قد يسبب شيء سلبي للمؤسسة أو للكيان أو فهنا لابد أننا أتخذ إجراء حاسم حتى لو لزم الأمر بالاستغناء عن هذا الموظف إذا كان حيسبب ضرر للكيان. طيب قوة الخبرة. لما تكون عندك خبرة كبيرة في حياتك حيكون عندك قدرة أنك تعالج الأخطاء وتبادر بطرح الحلول والأفكار، لأن عندك خبرة طويلة من العمل، عندك خبرة، عارف مداخل ومخارج وثغرات، فحتكون عندك القدرة على استخدام هذا الكرت واستخدام هذه القوة. قوة امتلاك المعلومة ومصدرها، أنت قارئ جيد للأحداث، عندك معرفة بما يجري ويدور، تقرأ كثير، عندك عشان كذا عندك معلومات، ودائما بتحرص أن مصدر المعلومات هذه مصدر صادق وصحيح، لتعتبر قوة يمتلكها القائد تساعد في عملية القيادة. عفواً. طيب حابب في الكومنتات كرماً لو كل واحد منكم يكتب لي أيش القوة اللي يمتلكها الآن أو اللي عنده الآن في شخصيته، إذا كنت رب منزل أو ربة منزل HSH قوة الصبر، ممكن هذه قوة جديدة تضاف لهذه القوة. كل واحد منكم يا شباب يكتب أيش القوة اللي موجودة في شخصيته إذا كان يشوف أن واحدة من القوة موجودة في شخصيته من هذه القوة اللي ذكرناها. القوة الشرعية، عبد الهادي يقول القوة الشرعية، قوة الخبرة وامتلاك المعلومة، منى تقول قوة الخبرة وامتلاك المعلومة، ممتاز. جمال التعزيز للآخرين في إنجاز أعمالهم، يعني تقدر تقول قوة المنح. طبعا احنا باقي عندنا قوة الكاريزما الجذبية لسه ما تكلمنا. تمام ممتاز يا أخ جمال. من كمان يحب يشارك؟ يلا 24 واحد حنعمل بعدين. القوة الشرعية امتلاك المعلومات أحيانا، ممتاز. ولا ممتاز. طيب قوة الكاريزما والجاذبية، آمنة تقول تقريبا كلهم، ما شاء الله ممتاز ممتاز. يساعدك أو تساعدك هذه القوى في إيجاد شخصية القائد. طيب قوة الكاريزما والجاذبية، هذه قوة آسرة وجاذبة بشخصيتك الراكزة ورزانة عقلك ونضوج أفكارك، أنت تجذب الناس لعندك على طول. أكيد كل واحد منا يعرف شخص صاحب كاريزما وجاذبية، إما في الأسرة أو العمل أو أصدقاء تعرفهم في حياتك، حيكون انطباعك عنه إيجابي وترتاح لما تجلس معه، تشعر بمتعة وانت تجلس معه. عشان كذا احنا نقول إنه في أشخاص في حياتنا عندهم بث عالي الدقة، عندهم طاقة إيجابية عالية جدا، هؤلاء الأشخاص لا تتركهم، خليك قريب منهم، حاول إنك تكسب ودهم وتكون رفيق لهم، لأنهم حيدفعوك نحو النجاح، يعطوك طاقة إيجابية. قد تكون أنت أحد هؤلاء الأشخاص، تخيل بشخصيتك القيادية والإيجابية والكاريزما الجذابة في شخصيتك، كم من الأشخاص من حولك حيستفيدوا
من طاقتك وروحك الجميلة. طيب، هل ممكن أصنع من نفسي قائد؟ سؤال مهم. هل ممكن أصنع من نفسي قائد؟ تقريباً نعم ممكن. قبل ما نجاوب على هذا السؤال، خلونا مع بعض نتعرف على بعض الأكاذيب التي قيلت عن القيادة. بثينة تقول أكيد، جمال يقول آسف ما في السيارة بسبب جهد عمل لذلك قد يقل التركيز ولكني معكم. أهم شيء ما تكون بتسوق يا أخ جمال، لأن السواقة قد تركيز مع الدورة وأنت تسوق مش كويس، ربنا يحميك يحفظك. طيب، نتعرف على بعض الأكاذيب التي قيلت عن القيادة. قالوا عن القيادة أن القائد يولد ولا يصنع. مبدأ القادة يولدون ولا يصنع، هذا مأخوذ من نظرية اسمها نظرية الرجل العظيم. طبعا في نظريات كثيرة جدا في علم القيادة قام بها الباحثين وعلماء القيادة، إن شاء الله فرصة أخرى في المستقبل القريب نخصص دورة لنظريات القيادة. أكذوبة الرجل العظيم اللي هي القائد يولد ولا يصنع، هذا الكلام لا يتوافق مع واقع ما نعيشه اليوم، لأن في ناس بسطاء تحصل حياتهم كانت عادية جدا وبسيطة، ولكنهم صنعوا من أنفسهم قائد واستطاعوا أن يغيروا من حياتهم. قد يكون من هؤلاء الأشخاص أخوك، أبوك، مديرك، زميلك، أشخاص عصاميين. الأكذوبة الثانية، القيادة هي مهارة نادرة، وهذه الأكذوبة تغلق باب التعلم لدى الطامحين، لأنها تختص القيادة بفئة معينة، قليل من عندهم هذه المهارة، ومن الصعب أي حد أنه يكتسبها. هذا كلام غير صحيح. إحنا قلنا أن في ناس كثير استطاعت تكتسب صفة القيادة، ممكن يكون أشخاص نعرفهم من حولنا موجودين. القائد يوجد فقط في أعلى الهرم أو السلم الوظيفي، وهذه منتشرة في أوطان العربية. يقول لك المدير ابنه حيكون مدير، الوزير ابنه قريبه أو فلان حيكون وزير. أنا مستحيل، أنا حي الله موظف أحيان بسيط، مستحيل أوصل لهذه المرتبة أو أكون مدير أو أكون وزير. وهذه أكذوبة أغلقت الباب لدى كثير من الناس، أن تكون عندهم الرغبة والإرادة أن هم يوصلوا لمناصب قيادية ويكونوا قادة ويصنعوا التغيير. لماذا هذه أكذوبة؟ لأننا نجد أشخاص قياديين وصلوا لمناصب عليا وهم أيتام، وكانوا يعني أيتام، يعني لا يكون ما كان عندهم أب وزير أو قريب مدير، أو لكن كان عندهم من الإرادة والرغبة والطموح أنهم يوصلوا لهذا المكان، واستطاعوا أنهم يوصلوا. عشان كذا هذه أكذوبة تقال عن القيادة أو تلفق القيادة. أكذوبة أخرى تقول القائد يولد وعنده كاريزما ولا يمكن صناعته. يعني يقول لك إن أول ما يولد الطفل القائد، هو الطفل القائد أول ما يولد يكون عنده هرمون اسمه الكاريزما اللي تمكنه إن هو يكون قائد زي سوبرمان أو زي أي رجل خارق في أفلام الخيال العلمي. هذا كلام غير صحيح.
يعني هذه الأكاذيب التي قيلت عن القيادة لا يمكن أن نصدقها، والدليل على ذلك كما ذكرنا وجود نماذج لقيادات عظيمة خرجت عن إطار هذه التوصيفات. وقد يكون هناك أشخاص من حولكم بسطاء استطاعوا أن يكونوا قادة أعظم. ثلاث نقاط رئيسية بالعودة إلى السؤال، هل أستطيع أن أصنع من نفسي قائد؟ ثلاث نقاط رئيسة إن اتبعتها فأنت تفتح لنفسك باب القيادة. الأخت ولا تقول ممكن للأهل يدمروا صفات القائد في أطفالهم للأسف. القائد له تأثير كبير جدا، خاصة إذا امتلك يعني بعض القوى، منها القوى الشرعية. عندما يكون الأب أو الأم في الأسرة يتعاملون مع أبنائهم بطريقة فيها من القسوة وبطريقة ليست توجيهية، فهم لا يصنعون قادة، إنما يصنعون للأسف لا أدري كيف نوصف هذا الوصف، يعني الشخصيات التي ستنتج عن هذه التربية. لكن إحنا نقول بالرغم من وجود ومن وجودنا في حياة، أو خلونا نقول الحياة رمت بنا في بيئة فيها من القسوة، فيها من التعب، فيها من المشقة، فيها من الهموم والمشاكل الكثيرة، القائد لا يضع نفسه داخل الدائرة أبدا. القائد عنده طموح كبير، القائد عنده القدرة على المعالجة، عنده القدرة على التكيف، عنده كثير من المهارات تمكنه أن يخرج من قوقعة الدائرة الضيقة التي تخنق عنقه وتخليه ما يكون قائد ويصنع من نفسه قائد. لهذا أنا أعرف شخصياً أشخاص عاشوا في أسر قاسية جداً وفي أحياء لا تساعد على أن يتربى الولد بسلوك حسن، ولكنهم خرجوا من هذه القوقعة وأصبحوا نموذج مختلف جداً، نموذج ناجح، نموذج رائع. فإحنا ما نلقي اللوم على الأشياء الأخرى من حولنا إن هم السبب في أنه أنا ما أكون قائد. لا، بإمكانك أن تكون قائد. طيب، إحنا نقول ثلاث نقاط رئيسية إن اتبعتها فأنت تفتح لنفسك باب القيادة. المعرفة الكاملة بقيمة وأهمية القيادة، لأنها الغطاء الحقيقي للحياة، ولا بد من اتباعها في كل مناحي الحياة، مش بس بين الرئيس والمرؤوسين في العمل، وليس فقط يعني حلقة وصل بين العاملين، تنفيذ الخطط أو تنفيذ المهام. إلى جانب ذلك هي أيضا تنظيم حياتك الشخصية والبيئة المحيطة بك، كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء. إحنا دائما لما نروح للامتحان ونستلم ورقة الأسئلة نقول فهم السؤال نصف الإجابة، ومعرفتك بأهمية الشيء دائما يولد عندك الرغبة أن تمتلكه. فإذا وصلت لمعرفة كاملة بأهمية القيادة وإيش الأثر اللي ممكن تصنعه في حياتك الشخصية وحياة الناس من حولك، حياة أبنائك، حياة أسرتك، الموظفين اللي معك، حتحصل نفسك تهرول نحو النقطة الثانية. المعرفة تولد الالتزام. أنت عرفت إنه القيادة لها أهمية بالغة، عرفت إيش الأثر اللي ممكن أحققه والنتائج الكبيرة اللي ممكن أجنيها من القيادة، حتتولد عندك الرغبة إنك تتعلم أدوات القيادة ومهاراتها، حتخلق بداخلك العمل والسعي والالتزام
حتى تصل لتحقيق الهدف. آخر شيء، ابدأ عملية القيادة. عرفت أهمية القيادة، تولدت عندك الرغبة في أنك تتعلم، وتعلمت وسعيت وبذلت كل جهدك أنك تتسم بسمات القائد الناجح، ابدأ عملية القيادة. احنا قلنا أن الممارسة مهمة جدا، تساعدني في امتلاك ما أتعلمه. وابدأ عملية القيادة أولا مع ذاتك. إدارتك وقيادتك لحياتك ستنعكس بشكل إيجابي على إدارة أي شيء ثاني. عشان تتعلم أي شيء قلنا لازم تمارس حتى تقيم نفسك وتتمكن. لغة، رياضة، موهبة، كلما مارست كلما أتقنت. بعد أن عرفت أهمية الشيء عزمت وبدأت في التعليم، في التعلم، ثم مارست ومارست، ثم تصل للإتقان وتلتمس التغيير والأثر. هنا عليك بأن تبدأ بقيادة نفسك، إدارة وقتك، تحديد أهدافك، وضع الجداول اللازمة التي تمكنك للوصول إلى هذه الأهداف. ابدأ دير حياتك وشخصيتك، ثم بعد ذلك انقل ما استفدته من خلال تجربة قيادة حياتك الشخصية، وابدأ في قيادة الآخرين من حولك. الأخ أو الأخت وراء، مش شرط تكون القساوة أوقات يكون كثيرة الدلال، كذلك نبدأ في بناء قادة مثلنا. صحيح. لهذا إحنا حنتكلم إن شاء الله في نقطة من النقاط المهمة جدا، المسافة بين القائد والمرؤوسين. كم تكون هذه المسافة، ومتى تكون قريبة ومتى تكون بعيدة، متى يكون الدلال، متى ما يكون الدلال مهم. سمات القائد الناجح 25. علماء القيادة والباحثين ذكروا العديد من السمات، من سمات القائد الناجح. حاولت أجمع 25 سمة من سمات القائد الناجح وندردش فيها مع بعض. احنا طبعا قلنا ساعتين، بدأنا الساعة 3، باقي معنا نصف ساعة ونكمل إن شاء الله، وما سيتبقى حيكون معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب، قوة الشخصية. أتمنى الكل يكون مركز معايا، لأن يعني هذه أهم نقطة في الدورة كلها. هناك نقاط كثير مهمة جدا، لكن هذه من بين الأهم. سمات القائد الناجح، قوة الشخصية. أصحاب الشخصية القوية تحصلهم دائما يقدمون الأفضل من خلال التركيز على العمل، إتقانه، يحاول تجاوز العقبات، يفكر دائما بالحلول، ما يحب يضيع الوقت على أمور غير مفيدة، وما يتجاوبون أبدا مع الأعذار الغير منطقية. عنده قوة في شخصيته، ولا يتسامحون مع من يعني يكون عنده عذر كاذب بهدف مثلا التملص من واجبه أو تبرير تقصيره. لا، عنده قوة في الشخصية ويستطيع أن يتعامل مع مختلف المواقف، ويعرف كيف ومتى وبماذا يتصرف. يتسم القائد الناجح بالمعرفة الذاتية. إحنا قلنا إن معرفة الذات كأنك وصلت إلى منتصف طريق النجاح، وإذا عرفت نقاط ضعفك ونقاط قوتك فأنت ماشي في الطريق الصح. وخلونا مع هذه النقطة
نعمل واجب خفيف الظل، ونشوف الأسبوع الجاي إن شاء الله مين مين عمل الواجب. حنذكر السمات القائد الناجح، وكل واحد يوقف مع نفسه قدام المراية أو يوقف مع نفسه ويسجلها ويشوف أي من هذه السمات يمتلكها في شخصيته، أي من هذه السمات نسبتها عنده كذا في المية، نسبتها 10%، نسبتها 80%، أي من هذه السمات مش موجودة أصلاً في شخصيته، مش موجودة عنده. لهذا معرفة الذات مهمة جداً. إذا عرفت ذاتك، عرفت نقاط ضعفك، عرفت نقاط قوتك، فأنت في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف، في الطريق الصحيح لتكون شخصية قيادية، في الطريق الصحيح إلى النجاح. إن شاء الله الأسبوع القادم حنشوف مين وقف مع نفسه هذه الوقفة، ومش بالضرورة يقول أنا عندي كذا وما عندي كذا، نسبة كذا عندي، لا، أنا جلست مع نفسي وعرفت كم سمة من 25 سمة موجودة عندي وبنسبة كم. هذا تكليف للأسبوع القادم، أتمنى أشوف في الكومنت تم إن شاء الله نقوم بهذا الواجب. أشوف التعليقات إن فكرة الواجب وصلت وإن شاء الله حنقوم بالواجب. تم، يعني تم واحدة بس، تم، حاضر، الله يحضر لكم الخير. طيب إن شاء الله، ممتاز وسيم. من سمات القائد الناجح تحمل المسؤولية وتبعاتها. أهلا وسهلا ومرحبا لأي مسؤولية توكل إليه. إنسان عاقل واعي يعرف طبيعة ذاته وسلوكه وأهدافه ونتائج تصرفاته، هو أولا مسؤول أمام الله عز وجل. هو أولاً مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أداء وظيفته وأداء عمله، هو مسؤول أمام الله عز وجل مع أبنائه، مع أسرته، مع أخوانه الصغار، إذا كان متحمل مسؤولية قيادتهم أو تربيتهم، ويتحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل، مسؤول أمام نفسه عن القيام بوظيفته وأدائه على أكمل وجه، وهو أيضاً مسؤول أمام مجتمعه، مؤسسته، ومرؤوسي ومراجعين، مسؤول أمام الناس اللي يقوم بخدمتهم. إذا حصلت مشكلة لا يلقي اللوم على الآخرين، لأن شخصية القائد يتحمل المسؤولية، يبحث عن الحلول وعلى طول يقوم بمعالجة الحلول، بعدين يفكر كيف يصد الثغرات وكيف يعالج الأمر حتى ما يتكرر مرة ثانية. الأخ جمال، الواجب يا عزيزي الغالي، حنذكر 25 سمة وبعدين تجلس مع نفسك، ممكن تعمل لها صورة بتلفونك أو تسجلها في النوتة، وتجلس مع نفسك تشوف أي من هذه السمات موجودة في شخصيتك واللي مش موجودة أيضا، وبنسبة كم كل واحد. مش بالضرورة في اللقاء القادم إن شاء الله يا رب يطول بعمرنا تقول انه تقول او تذكر الشخص السمات اللي في شخصيتك، لا، بس قول انا عرفت ايش السمات اللي موجوده في شخصيتي وقمت بتنفيذ هذا الواجب. طيب، من سمات القائد الناجح النزاهه والامان. هل يعقل ان يكون القائد قائد وهو غير نزيه او يخل بالامانه؟ كيف أصلاً يعني ستكون قدوة أو تحقق النجاح في حياتك أو أن تؤثر في الآخرين من حولك ومعروف عنك أنك غير نزيه أو غير أمين؟ هذا دائماً تحصل في المؤسسات العامة أو كذا، تحصل بعض الموظفين ناقمين عن من يرأسونهم أو عن مدراءهم، يقول لك أنه هو مرتشي أو معروف عنه غير نزيه، فهذا لن يكون قائدا ولن يتسم بشخصية القائد الناجح.
من سمات القائد الناجح التخطيط. يقال أن القائد، هذه في مجموعة من الأبحاث تقول أن القائد يمضي 80% من وقته في التخطيط، بينما 20% فقط للتنفيذ. تحصل دائما يخطط، يخطط كثير قبل ما يبدأ في التنفيذ عشان ما تواجه أي مشكلة. يضع الحلول ويضع الخطط البديلة ثم يبدأ في التنفيذ. يستغرق في التخطيط أكثر مما يستغرق في التنفيذ. إذا بنيت الخطة بشكل صحيح ستجد التنفيذ ناجح بإذن الله. من سمات القائد الناجح التنظيم. القائد الناجح يعمل في محيط منظم ومنضبط، يمتاز بالتنظيم بدءا من وقته وأهدافه وأولوياته إلى تنظيم مكتبه وأوراقه. تحصل البعض حتى الديسكتوب تبع الجهاز المحمول، الجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب عشوائي مش مرتب. غرفته على طول مش مرتبة، مكتبه على طول فيه أوراق كثير. القائد يتسم بسمة التنظيم، يحب يشوف كل شيء منظم حتى على مستوى الأمور البسيطة اللي ذكرنا. القائد الناجح يتسم بالذكاء الاجتماعي. إيش يعني الذكاء الاجتماعي؟ يعني عنده علاقات بالهبل، ما يعجز في شيء. لهذا بعض الأصدقاء تحصل علاقاتهم كويسة، تحتاج خدمة معينة فتقول والله خلينا نتصل لفلان، أكيد هيكون عنده واحد من أصحابه اللي يعرفهم يمشي لنا الموضوع. تكوين العلاقات الجيدة مع الجميع والاستثمار الجيد لهذه العلاقات وتبادل المصالح والمنافع من سمات القائد الناجح. فهو يعرف كيف يتكلم، كيف يوصل رسالته للآخر، متى يكون مستمع جيد ومحاور مبدع، كلامه منمق يكسب ود الآخرين. تحصل علاقاته كبيرة وواسعة، فهو يتسم بصفة الذكاء الاجتماعي. القائد مفوض جيد، يعرف كيف يفوض ومتى يفوض، ويعطي المهام للأشخاص القادرين على إنجازها. يعني على سبيل المثال، أب يكون ماشي مع أسرته وأولاده موجودين في السيارة، وابنه ما قد خاض من قبل تجربة أنه يشتري شيء، فالأب يبدأ قبل ما يفوض ويبدأ يعلمه طبعا ويوجه، يعطيه مبلغ يقول له خلاص احنا منتظرينك في السيارة أو انزل اشتري لنا أغراض. فيبدأ إذا أخطأ في المرة الأولى بيوجهه، يقول له لا ما تعمل كذا، تسوي كذا وتسأل على الباقي كذا، ومرة ومرتين وثلاثة. لما يصير متمكن وعنده فكرة كاملة فيما يتعلق بالمصاريف ويعرف يحسبها صح، فأنت تصير تأمن تفوض. يوم من الأيام مش موجود خلاص خلوا اسمه ابننا يروح يشتري المغرض. أيضا لو أخذنا مثال آخر، الآباء والأمهات يخافوا دائما على أبنائهم أنهم يتركوهم لوحدهم في البيت، فأنت لازم عشان إذا لا قدر الله جاء أمر طارئ واضطريت أنك تخرج وتترك أبنائك وتعطيهم هذا التفويض، تحملهم مسؤولية أنهم ينتبهوا للبيت، لابد يسبق هذا الكلام توجيه وتدريب. يعني ممكن تنزل على تحت البيت أو قبل لا تخرج طبعا تقولوا إحنا حنروح مشوار وحنرجع لكم إن شاء الله، انتبهوا للبيت. ومش بالضرورة أنك تروح مشوار، ممكن تنزلوا وتنتظروا تحت 10 دقائق وتطلع، والمرة الثانية تزداد ربع ساعة، والمرة الثالثة نص ساعة، وهكذا. وبتقوموا الأخطاء، رجعتوا البيت وشفتوا حاجة حاصلة تقوموا هذه الأمور وتوجهوا وتضبطوا وتقوموا بمعالجة أي إشكالات. مع الأيام مع التوجيه والتعليم والممارسة والتدريب، إذا جاءت الأقدار وجاءت ظرف طارئ
تقدر تروح وانت مطمئن خلاص، تستطيع تفوض وتفويض جيد لانك مكنته انه يوصل لهذه المكان. يتسم القائد بامتلاك الرؤية. كيف امتلاك الرؤية؟ يرى ما لا يراه الآخرون، هو اللي يحط الخطط الإبداعية الجديدة، هو اللي يغرس الحماسة لهذه الأفكار الجديدة المبدعة في الآخرين. يتسم أيضا القائد بسمة التحفيز الجيد التي ذكرها أخونا جمال، قادر على بث روح الحماسة والتحفيز في نفوس الناس اللي يديرهم، يؤمن بقوة التحفيز في استنفار قدرات من حوله، وهو أيضا يعرف متى وكيف وبماذا يحفز. يعني مش ممكن أنك بتدير مؤسسة أو بتدير مطعم أو بتدير شركة وعندك موظفين مثلا او موظف كبير في السن وتقول خلاص اذا تحقق التارجت احنا حنعمل لك رحله نهايه الشهر. هو مش محتاج الرحله، ويعني محتاج شيء اخر. فانت لازم تعرف ايش التحفيز اللي انت حتحفزه، يكون مثلا محتاج لمكافاه ماليه تساعده في شراء جهاز معين داخل البيت ناقصه، او تساعده ابنه مقدم على زواج، او أي كانت. أنت لابد تعرف إيش المكافأة اللي حتخليه فعلا يسعد بحصوله عليها وحتساعده وحتكون مفيدة له. ويتسم القائد بطريقته في التحفيز الجيد، يعرف متى وبماذا وكيف يقوم بالتحفيز. يتسم الثقافة، غزير المعرفة على درجة عالية من العلم. احنا قلنا ان القائد الناجح يطور من نفسه، يرتقي بقدراته خلال القراءة، دورات التدريبية، ندوات، متابعة كل جديد، استخدام الانترنت الاستخدام الإيجابي الجيد في تطوير معرفته ومهاراته، ينور عقله على طول، مثقف. ايضا الثقة، لا يوجد قائد مهزوز الثقة. ثقة القائد في قدراته ومبادئه هي اللي بتعطيه القوة في السيطرة على المواقف، بتعطيه القوة في حل المشكلات، لأنه واثق بنفسه وبيكسب ثقة الناس في الحل. يتسم القائد بالنشاط الدائم. كنت في مرة من المرات أتابع فيديوهات تيدكس، وكان في فيديو انتشر لقائد من قادة الشرطة أو في حفل تخرج يتحدث عن النجاح في هذه الحياة، وقال إنه لتحقق النجاح في يومك وحياتك شوف نفسك متى تقوم وإيش تعمل أول ما تصحى من النوم. إذا خرجت من البيت وفراشك مش مرتب، فكيف حترتب بقية يومك؟ إحنا الرجال خاصة عندنا عقدة من ترتيب السرير أو مكان النوم. فجرب كذا مرة من المرات، أول ما تصحى رتب سريرك، إذا ما كنت معتاد ترتب سريرك أول ما تصحى في يومك، استيقظ في وقت مبكر ورتب غرفتك والبس اللبس النظيف المرتب، ستجد نفسك في ذاك اليوم خرجت بطاقة إيجابية تختلف عن بقية الليل. عندك نشاط، عندك حيوية، وعندك طاقة للعطاء في هذا اليوم. يتسم القائد الناجح بالالتزام الأخلاقي. من أهم صفات القائد الناجح أنه يكون حسن الخلق، وإحنا كمجتمعات عربية وإسلامية لابد يكون عندنا حرص أكثر بالالتزام الأخلاقي، لأن هذا نهج ديننا. فالقائد لا يمكن أن يحقق أي مكاسب
على حساب مبادئه وقيمه ومعتقداته. ودراسات علم القيادة تؤكد أن الأتباع يتجاوبون مع القائد حسن الخلق، ولا يمكن للأتباع أن يتجاوبون أو يتعاونوا مع الشخصية الغير ملتزمة خلقية، لكن بالعكس هم يشعرون بالأمان مع القائد الملتزم أخلاقيا، عارفين أنه هو يتسم بالخلق الحسن، عشان كده يشعروا بالأمان في تواجدهم تحت إدارته، تحت قيادته. الذكاء، يتسم القائد بصفة الذكاء أو بسمة الذكاء، مش شرط أن القائد يكون عبقري، لكن مهم أنه يتمتع بذكاء، خلونا نقول فوق المتوسط، عشان يمكن هذا الذكاء من التعامل مع المعلومات المختلفة والمواقف. طيب أنا كيف أكون، كيف أتحصل على هذا المستوى وهذا القدر من الذكاء؟ بأن تكون مثقف، شخص مطلع، قارئ، يبحث عن المعلومة. يتسم القائد بصفة التواضع، عمر شخصية القائد ما كانت شايفة حالها أو تتعالى على التابعين. هذه شخصية المدير وإحنا ذكرناها من قبل، اللي يتكلم دائما بالأنا وينسب النجاحات لنفسه، بينما القائد متواضع، لسان حاله دائما لما يتكلم مع الناس اللي رأسهم يقول إحنا مع بعض، وينسب دائما النجاح للجميع، متواضع دائما. يتسم القائد بالتأني، كما كانت واحدة من المشاركات، الصبر. التأني والصبر هنا لا يعني التأخر في اتخاذ القرارات، لكنه يدرس المواقف بتأني وحكمة، بعدين يتخذ قراراته بناء على المعلومة والمعرفة التامة بأبعاد وتبعات الموقف، فهو متأني ومش متسرع، وفي نفس الوقت ما يتأخر في اتخاذ قراراته. لبق، الحديث الجميل والكلمات الموزونة والمجاملات اللطيفة والاستماع أيضا، لباقة من الصفات التي يتسم بها القائد. الإنسانية، يجيك موظف مثلا يطلب إجازة مرضية وتبدأ أنت ما تقصر تنهل عليه بالمن، كثرت الإجازات كذا تخلينا نراجع النظر معك. أبدا، القائد يتحلى بالإنسانية، القائد يقول سلامات، ما تشوف شر، أي شيء نقدر نخدمك فيه إحنا جاهزين، خذ إجازتك وإن شاء الله لما ترجع نشوف مع بعض كيف ممكن ننهي الأعمال اللي ممكن تتعلق، ويقدم إذا عنده قدرة في تقديم مساعدة مالية وما إلى ذلك. لديها القدرة على التطوير والتعلم المستمر. اليوم العالم في سباق تطور سريع، القائد يتصف بمواكبات كل جديد، بحثوا عن زيادة في المعرفة واكتساب مهارة مستمر على طول. احنا قلنا شركة نوكيا لماذا سقطت؟ لأنها أهملت التطوير والمواكبة. المطعم اللي قفل ما واكب، ما طور، عشان كذا ما استمر. يتسم بالإنصات، من مهارات الحديث أصلا بشكل عام إنك تكون منصت، استمع لابنك، استمع لبنتك، استمع لزميلك في العمل، اشعر الشخص اللي بيتكلم إنك بتستمع له عشان تفهم منه، وإذا عنده شيء يعني تشعر إن عندك رغبة إنك تساعده في الشيء اللي عنده. الاستماع يعطيك معرفة، كلما استمعت أكثر أنت تتلقى كمية من المفردات والمعلومات وتستقبلها لعقلك، وبكذا أنت تساعد نفسك بالوصول لأن تكون شخص مثقف يكتسب الكثير من المعرفة. متوازن نفسيا، معتدل، لا يمكن أن تحلق الطائرة في السماء إذا كان أحد جناحي الطائرة طويل أطول أو أكثر من الثاني،
لن تحلق. وهكذا القائد يتصف بالاعتدال والاتزان في كل شيء، في تصرفاته، أقواله، أفعاله، لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ في فرحه، لا يبالغ في حزنه، متزن في قراراته، معتدل في كل شيء في حياته. الابتكار، القائد يكون قادر على تطوير الأفكار ويبدع في وضع الخطط، يبدع في وضع التصاميم، دائما يوجد حلول أخرى، يبتكر طرق جديدة، وكلما تعثر في الوصول للهدف يبدأ يفكر في طريقة ثانية ويخطط بطريقة مختلفة وهكذا. الإيجابية، القائد يتصف بقدرته دائما على الفصل بين المواقف اللي تأثر على نفسيته وتعامله مع الآخرين من حوله في موقع عمله في البيت. لهذا تحصل القائد الناجح رب الأسرة أو ربة الأسرة أول ما يرجع البيت إذا كان واجه مشاكل أو هموم أو نفسيته مزاجه معكر، أول بس ما يدق الباب تحصل ورمى كل هذا الهموم خلفه ودخل بطاقة إيجابية متجددة عشان يبث روح الإيجابية عند أسرته، وما يعطيهم الطاقة السلبية اللي أثرت عليه في يومه. القائد يتسم بقلب أبيض، يجعلنا نقول هذه صفة جميلة يتسم بها القائد الناجح. قلب نقي، يحب الكل، ما يكره الأشخاص أبدا، إنما يكره التصرفات والسلوكيات الخاطئة عند الناس. تحصل أغلب اللي حوله إن لم يكن كل أحبابه يحبوه، حتى لو صار خلاف أو صار خصام بينه وبين أحد، ما يكون هذا السبب في يعني أنهم يقطعون الوصل أو يسبب في نقص في الود فيما بينهم، لأنه حتى في خصومه كان قلبه أبيض. هذه سمات القائد الناجح 25. طبعاً إحنا لسه باقي كثير في محتوى الدورة، وأعتقد أنه لهنا كافي، أخذنا كمية من المعلومات وكمية من المحاور عن القيادة، وحتى ما نمل ونبقي أيضاً محاور أخرى للسبت القادم بإذن الله عز وجل. نقف هنا وننتهي في هذه النقطة، وإذا حد عنده أي تعليق، أي مشاركة، أي إطراء جميل يحب يشاركنا فيه على الرحب والسعة، باقي معنا 8 دقائق وننتهي من هذه الدورة لهذا اليوم. الميكروفون عندكم يا شباب، أي حد عنده مشاركة حاب يقول شيء على الرحب والسعة. أنا عندي سؤال بسيط، هل ممكن أن يكون هناك إنسان يحاول أن يكون قائد ناجح لكن لا يستطيع أن يصل أو يتحصل على جميع هذه الصفات؟ عفواً أستاذ عنتر، الصوت مش واضح، في صدى أو في شيء يشوش. أعيد السؤال مرة أخرى، هل يمكن أن يكون هناك إنسان يحاول أن يكون قائد ناجح لا يستطيع أن يتحصل على جميع هذه السمات، ربما يتحصل على 10 على 15 سمة، أقصد أين يكون مصيره، يعني هل يكون قائد ناجح؟